أفكار كتيرة ملخبطاني وفي مشاكل موقعاني، اتعملت محكمة في مدرستي علشان الحكم في مشكلتي، وأنا راضي بحكمها عليا هيكون صح أكيد 100%. شوف الحكم على التلاميذ، محكمة في محكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمة في مدرسة معمولة وأحكامها سهلة محكمتي في مدرستي وليها الحكم والعدل فيها هو الأهم. نفسي يكون الحكم خفيف والقاضي ما يكونش عنيف، ومدام محكمتي في مدرستي إن شاء الله هاخد براءتي. شوف الحكم على التلاميذ، في محكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمة في مدرسة معمولة وأحكامها سهلة المحكمة جد الجد ومش تمثيل، محكمتي في مدرستي. لازم نفهم يا شباب ان عشان المجتمع بتاعنا يتغير ويتطور لازم كلنا نتعاون مع بعض، ولازم كمان كل واحد يدي في المكان الخاص بيه. يعني مثلا العامل في مصنعه، والفلاح في غيطه، والطالب كمان في مدرسته، عشان لو كل واحد عمل اللي عليه اكيد ده هيساعد في تطور المجتمع وهيعود بالخير علينا كلنا. اتفضل يا شادي، عايز تقول ايه؟ يعني انا يا باشمهندس اقدر اشارك في تقدم المجتمع؟ ايوه طبعا يا شادي، انت دلوقتي لما تعمل اللي عليك وتنجح وتتفوق وتجيب درجات عاليه اكيد هتتسلح بالعلم، وطبعا هتفيد مجتمعك وممكن تفيد بلدك وتشرفها بره كمان، زي ناس كتير قوي، زي العالم احمد زويل، زي الجراح العالمي مجدي يعقوب، وزي نجيب محفوظ، وناس كتير قوي غيرهم. ودلوقتي يا اولاد هسلمكم الشهادات وهتلاقوا فيها درجات نص السنه، تمام؟ يلا. نادين شوقي 98%، سامي سمير 89%، رانيا عادل 94%. مش معقول، هدى عبد المجيد 52%. ازاي يا هدى؟ ده انت دايما كنت بتطلع من الاوائل وكنت بتبقي الاولى على الفصل. اتفضلي. طب ما حاولتيش تعرفي منها السبب في تراجع مستواها الدراسي بالشكل ده؟ والله يا مصطفى حاولت اتكلم معاها بعد الحصه بس للاسف هي رافضه انها تتكلم خالص. عشان كده انا جيت لك، انت الاخصائيه الاجتماعيه واكيد ممكن تعرفي المشكله. انا متاكده ان هدى وقع في مشكله كبيره ومحتاجه اللي يقف جنبها. دي حاجه واضحه وضوح الشمس، الطالبه اللي تجيب الدرجات النهائيه وتطلع الاولى في امتحانات الشهور وبعد كده تجيب المجموع ده في امتحان نص السنه، اكيد اكيد وقع في مشكله كبيره ومحتاجه فعلا حد يقف جنبها، لان المشكله دي هي اللي اثرت على تفوقها وتحصيلها الدراسي. طب تحب اجيبها لك تتكلمي معاها؟ انا شايفه ان المشكله دي مش مشكله هدى لوحدها، الطلبه لازم يفهموا ان المشاكل بتمر في حياه الانسان لازم ولابد تكون دافع للنجاح مش العكس. ما تنسيش برضو يا مس صفاء ان هما لسه في اعدادي والكلام ده كبير عليهم قوي. تمام، هنا بقى لازم يجي دورنا احنا كمدرسين عشان نقرب من الطلبه ونحاول ان احنا نعرف مشاكلهم ونحلها لهم. ما تفهميني كده، انت ناويه على ايه؟ ناويه اني اخلي مشكله هدى هي محكمه الجمعه الجايه. خلاص، في الحاله دي بقى لازم تاخدي موافقه اهلها. ما انت عارفه يا مس فاطمه احنا واخدين موافقتهم قبل كده في مجلس الاباء. عموما مفيش مشكله، انا هعمل كده. هدى انت قاعده هنا كلها بندور عليكي، انت نسيتي اتفقنا ولا ايه؟ اتفق ايه يا رنا؟ هو احنا مش اتفقنا ان احنا نلعب ماتش باسكت مع مستر شمس؟ معلش يا رنا انا تعبانه قوي النهارده مش هقدر اجي العب معاكي، روحي انت العبي وانا ابقى جاي اتفرج عليكي، وبالمره اعتذر لمستر شمس. هدى مالك؟ في ايه؟ انا ملاحظه انك اليومين دول بتحاولي تقعدي لوحدك وبتبعدي عننا، هو احنا زعلناكي في حاجه؟ مفيش حاجه يا رنا، بليز روحي انت العبي معاهم دلوقتي. بقى عايزاني اروح العب واتنطط واضحك وانا شايفه هدى احس صديقه ليا قاعده ومهمومه ومتضايقه؟ طب ازاي؟ اتكلمي يا هدى، طلعي اللي جواكي، انت بتستريحيلي. الا بقى لو انت مش كنت مقتنعه ان انا صاحبتك اللي تقدري تهتمنيها على اسرارك. بالعكس،
انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي صديقه تحبني وتخاف عليا زيي. كده بقى احنا متفقين. اعرف بقى ايه اللي مضايقك. بصراحه بقى انا حاسه اني مش هنجح السنه دي بعد نتيجه الشهر دي. انت هدود يا حبيبتي. ايوه انا اللي كنت دايما بطلع اقول على الكلاس. انا جه عليا اليوم اللي جيب فيه 52% بعد ما كنت بعدي 90%. ما تخليش الدرجه دي تشغل بالك بالشكل ده. ده مجرد امتحان شهر. انا خايفه اقوم من اللي جاي. انا مش عارفه اذاكر فعلا مش قادره اركز. انا بفتح الكتاب قدامي بالساعات ومفيش نتيجه. انا خايفه قوي خايفه احسن ما انجحش. وايه بس اللي مخليكي مش عارفه تركزي بالشكل ده؟ انا اصل ايه مالك؟ وبعدين معاكي انا ما كنتش اعرف ان الموضوع كبير بالشكل ده. امسحي دموعك احكي لي. انت هتستريحي اتكلمي. انا فعلا محتاجه حد يسمعني. الحكايه يا رانيا ان بابا وماما الو مين؟ اهم الصفاء. ازاي حضرتك؟ خير ان شاء الله. كنت عاوزه حضرتك تشرفينا يوم الجمعه الساعه 10 الصبح. ليه هو في حاجه ولا ايه؟ برنامج محكمتي في مدرستي اللي كنا اتفقنا عليه في مجلس الاباء. فعلا وجود حضرتك هيكون مهم جدا يا مدام. لا انا هاجي ان شاء الله مفيش مشكله. طيب كويس في انتظار حضرتك. يا ريت ولد الانسه هدى يكون موجود معانا ويشرفنا. عبد المجيد؟ لا مش عارفه عنده شغل تقريبا ضروري. طيب خلاص هحاول. ماشي شكرا متشكره جدا الف شكر. اوكي مع السلامه في انتظار حضرتك. الو الو ايوه عبد المجيد. ايوه الأخصائية الاجتماعية اللي عند هدى في المدرسة اتصلت. يعني هتكون عايزة ايه؟ عايزانا في اجتماع يوم الجمعة. ليه؟ معرفش والله بس واضح ان الموضوع مهم. طيب خلاص اوكي. خلاص انا قلت اقولك عشان ابقى عملت اللي عليا. مع السلامة. سلام. هدى يا دودو. نعم يا ماما. مش كفايه جيمز بقى ونقوم نشوف مذاكرتنا؟ ماليش نفس يا ماما هبقى مذاكر بعدين. هو في حاجه حصلت معاكي في المدرسه؟ حاجه زي ايه؟ انا اللي بسال. ميس صفاء اتصلت بيا النهارده وقالت لي ان هي عايزانا في المدرسه يوم الجمعه. وهتيجي؟ مش عارفه اصلها طالبه باباكي كمان يجي معايا. بابا هيجي يا ماما؟ ما قلت لك ما اعرفش يا هدى. ما هو انت مش عايزه تقولي لي انت عملتي ايه في المدرسه؟ خليهم عايزيننا احنا الاثنين. هكون عملت ايه يعني؟ مفيش حاجه حصلت. ما هو ما تقنعينيش ان انت بريئه وما عملتيش حاجه وميس صفاء بتشدد عليا بالشكل ده ان انا اكون موجوده يوم الجمعه. خلاص يا ماما لو مش عايزه تيجي المدرسه ممكن تتصلي بميس صفاء وتعتذري لها. طيب يا هدى انا هعرف ايه اللي حصل بطريقتي. اتفضلي قومي شوفي مذاكرتك. انا داخله اوضتي. محكمه. فتحت الجلسة. النيابة تتفضل. شكرا يا حضرة القاضي. أبنائي الطلبة والطالبات، حضرات السادة القضاة والمستشارين، قضية النهاردة قضية عامة ممكن يتعرض لها أي تلميذ في المدرسة، وإن شاء الله هنحاول نعالجها على قد ما نقدر. إحنا النهاردة بصدد مناقشة مشكلة المتفوقين الذين يأتي عليهم وقت ويتراجع مستواهم، على الرغم إنهم مفروض إنهم يحافظوا على مستواهم ده ويرتفع أكثر وأكثر. ادخلي في القضية على طول يا مصطفى من فضلك. احنا معانا النهاردة احدى الطالبات المتفوقات، والاتهام الموجه ليها انها ما قدرتش تحافظ على تفوقها ده وتراجع بشكل ملفت للنظر.
الطالبة هدى عبد المجيد. موجودة. اسمعي الاتهام كويس عشان تردي. حاضر. اتفضلي كملي يا مصطفى. هدى طالبة متفوقة، حصلت على 98% في الشهادة الابتدائية، وفي أولى إعدادي حصلت على مجموع 97%، وكان ترتيبها الثالثة على مستوى مدرستنا، وفي امتحانات الشهر السنة دي طلعت الأولى على المدرسة. لكن الشيء الغريب إنها في امتحانات نصف السنة حصلت على مجموع لا يتناسب مطلقا مع تفوقها ده، وده معناه يا سيادة القاضي تراجعها في مستواها الدراسي، وإنها ما كانتش بتذاكر. ردك إيه يا هدى على الاتهام الموجه ليكي؟ امتحانات نص السنة كانت صعبة، وأنا حليت على قد ما أقدر. في الحالة دي لازم نطلب شهادة بعض زمايلها الطلبة من فضلك يا سيادة القاضي. أنت هتشهد الأول. الطالبة نادين شوكت. اتفضلي. اسمك وفصلك الدراسي، وعرفينا المجموع اللي حصلتي عليه في امتحانات نصف العام. أنا اسمي نادين شوكت، في تالتة رابع المرحلة الإعدادية، وحصلت على 98%. زميلتك هدى بتقول إن الامتحانات كانت صعبة، ردك إيه على الكلام ده؟ أنا عن نفسي ما لقيتش أي صعوبة في الإجابة، وما فيش أي حد من زمايلي اشتكى من صعوبة الأسئلة. شكرا ليكي، اتفضلي يا هدى. نادي على الشاهد التاني. الطالب أحمد عبد العال. تعالى يا أحمد، أنت عملت إيه في امتحانات نص السنة؟ الحمد لله جبت 94%، بس لو ركزت شويه كنت ممكن اجيب اكتر من كده. ده معناه ان الامتحانات ما كانتش صعبه. هو كان في بعض الاسئله بس اللي ما يقدرش يجاوب عليها غير طالب متفوق، واحنا طبعا متعودين على كده. طب اتفضل انت يا احمد. شكرا. ودلوقتي هنسمع تعليق هدى على كلام زملائها. على فكره في بنات ولاد كتير جابوا نفس المجموع اللي انا جبته. البنات والاولاد اللي بتتكلمي عليهم دول يا هدى ما كانوش من الاوائل زيك، واحنا النهارده القضيه بتاعتنا عن المتفوقين اللي بتراجع مستواهم، وانت واحده منهم. لو سمحت لي هيئه المحكمه عندي كلمه عايزه اقولها. وبصفتك ايه؟ انا اسمي رانيا عادل، حاضره عن المتهم. طب اتفضلي. اولا انا شايفه ان اتهام هدى بالتقصير والاهمال في المذاكره اتهام سريع جدا، وكان المفروض عن النيابه ان هي تتناقش معاها وتعرف الاسباب اللي خلت مستواها يتراجع بالشكل ده. المتهمة رفضت تقديم أي تفسير عن اللي حصل. اتكلمي يا هدى. ما عنديش كلام أقوله. في حاجة شغلتك عن دروسك؟ مفيش. كنت بتحلي الواجبات اللي بتاخديها في الفصل؟ لا. ليه؟ معرفش. لازم تعرفي. تعبانة. لازم تتكلمي. زهقانة. خرجي اللي جواكي، اللي أنت حكيتهولي. ما عنديش كلام أقوله. ما عنديش كلام أقوله. حاولي تهدي يا هدى، ولازم تعرفي إن كلنا بندور على مصلحتك. طيب هنرفع الجلسة لمدة ربع ساعة. رفعت الجلسة. شكرا. في حاجه كنت عايز اقول لك عليها هنا، بس يا ريت تحاولي تفهميني. يعني حاجه ايه؟ بكره ان شاء الله اروح عند اخت سوزي وهنقضي النهار كله معاها. بكره عيد ميلاد امير ابنها، وانا وعدتها انك هتروحي تساعديها عشان اعمل حفله كبيره. ما انت عارف يا عبد المجيد ان احنا بكره معزومين عند ماما. طيب اوكي، ممكن تعتذر لطنط وروح لها الجمعه اللي بعديها. ما ينفعش يا عبد المجيد، ما انت عارف ان ماما لما بتعزمنا بتعمل اكل بزياده، وافتكر يا اخي عيب قوي لما هي تتعب نفسها واحنا ما نروح لهاش. انا ما قداميش حل تاني، وما اقدرش ما احضرش عيد ميلاد ابن اختي. خلاص انا عندي فكره كويسه جدا، نروح لماما الصبح ونعدي على اختك بالليل يا اخي. انا وعدتها انك تروحي لها من الصبح وتساعديها. خلي بالك ان انت كده بتعمل معايا يا عبد. واضح ان انت اللي بتعندي وعايزه تعملي مشكله على الفاضي. المشكله انت اللي عملتها يا استاذ، لما كل اللي همك زعل الهاني اختك، انما انا مامتي مش مهمه خالص. زعل ماما زعل بابا، انا دماغي وجعاني من الصبح. تتصلي بطنط وتعتذري لها، ده اخر كلام عندي. مش هيحصل يا عبد المجيد، وبكره هروح عند ماما. انت بتتحديني يا هناء؟ بالراحه يا ماما، ماما تقصد. لا تقصد، مش اول مره الهاني بتعمل معاها كده. لو سمحت يا عبد المجيد وطي صوتك شويه، في جيران حوالينا. حاضر هوطي صوتي، مش كده وبس، هسيب لك المكان كله. على فين يا بابا؟ سايب لكم المكان كله وماشي. أهكنا. دلوقتي هنرجع تاني نستجوب المتهم. إذا سمحت لي يا سيادة القاضي، عندي كلمة عايز أقولها. مين حضرتك؟ أنا والد الطالبة هدى. طب اتفضل هنا قدام هيئة المحكمة. اتفضل قول اللي عندك. اولا انا بشكركم على فكره محكمتي في مدرستي، لانها فكره ممتازه جدا، رغم اني كنت من المعترضين عليها في مجلس الاباء،
لكن دلوقتي بشكر كل القائمين عليها لاني فهمت فعلا قيمتها. سنين انا عايز اقول ان هدى مش مذنبه. هدى ضحيه مشاكل اسريه بيني وبين مامتها، هي ملهاش ذنب فيها. مش هخجل ان اعترف بغلطي قدامكم، مش هخجل، عشان احنا لازم نوفر لاولادنا الجو المناسب اللي يذاكروا فيه وينجحوا فيه. في الحالة دي سيدي القاضي أنا بطلب ببراءة المتهمة هدى مع الوعد منها بالتفوق في امتحان آخر العام. الكلام اللي سمعناه من ولي أمر المتهمة مش سبب كافي عشان نحكم عليها بالبراءة، لأن في طلبة كتير جدا بيعيشوا في ظروف أصعب من كده ومع ذلك بينجحوا وبيتفوقوا على أنفسهم. وعلى سبيل المثال زي ما بنتذكر في منهجنا الدراسي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كانت ظروفه صعبة جدا، ده بالإضافة أنه كان ضرير ومع ذلك قدر يتغلب على كل الظروف الصعبة وقدر يوصل لأعلى مناصب في الدولة. عموماً الحكم بعد معرفة رأي السادة المحلفين. مراعاة للظروف الأسرية التي اعترف بها ولي أمر الطالبة هدى عبد المجيد، حكمت المحكمة حضورياً على الطالبة هدى عبد المجيد بحرمانها من حصص الألعاب المقررة وذلك حتى يتحسن مستواها الدراسي وتعود إلى تفوقها. رفعت الجلسة. أنا آسف. ما تزعلش، أنا كمان غلطت في حقك. وانا بقى بوعدكم اني هطلع الاولى على المدرسه السنه دي. حكمت المحكمه حضوريا وخلصت مشكلتي في القضيه. استنونا في المره الجايه نشوف الحكم في قضيه تانية، يا ترى هتكون المشكله والقاضي يحكم فيها بايه؟ شوف الحكم على التلاميذ. اتفضلي دلوقتي شوفي مذاكرتك. لا هتاخدي مدرسة معمولة وأحكام شايفة الصوت أنا بقول لكم ما بتخافوا؟ مولا هتعمل ولا أعمل إيه فيهم؟ ليه ظلمتني معاهم؟ حاضر هوطي صوتي مش كده وبس، هسيب لك المكان كله وماشي. جد ومش تمثيل يا أستاذ اللي مطلعة لسانك، عيد تطلع لأختك لسانك. خناق طول اليوم لغاية ما أعصابي تعبت، مش عارفة أركز، مش عارفة أذكر أي حاجة. في محكمة جد الجد ومش تمثيل. يلا يا مريم ممكن نخش شوية نبقى نلعب مع موسى يا أستاذ عماد؟ معمولة. أستاذ دولة اتفضل. كل صغيرة وكبيرة في المسلسل بيجري وراها وبيشوفها.